اكتب معادلة خط يكون موازيا للخط الذي معادلته 2x ناقص 4y تساوي 8، ويمر بالنقطة 3 مع 0، ولأن هذا الخط موازيا لهذا الخط الموجود هنا هذا يعني أنه له نفس الميل، وما طلب منا هو أن نجد معادلة خط له ميل نفس هذا الخط ويمر بهذه النقطة. إذن دعونا أولا نجد ميل هذا الخط، وأبسط طريقة لفعل ذلك هي أن نضع المعادلة بصورة نموذج تقاطع y 2x ناقص 4y تساوي 8. نريد أن نجد y، نريدها أن تصبح بصورة y تساوي mx زائد b. دعونا نطرح من كلا الطرفين 2x، إذن يمكننا أن نعزل y على اليسار، هذه تحذف ويصبح لدينا ناقص 4y تساوي ناقص 2x زائد 8. دعوني أكتب أولا ناقص 2x. الآن يمكننا أن نقسم طرفي المعادلة على ناقص 4. يمكننا الآن أن نعزل y، إذا نقسم كل شيء على ناقص 4 ويصبح لدينا y تساوي 1 على 2x ناقص 2 ناقص 2. إذن سنعيد كتابة هذا الخط هنا. بما أننا كتبناه بصورة mx زائد b فسنعرف الميل، ميل هذا الخط هو 1 على 2. إذن ذلك هو الميل. معادلة الخط التي نهتم لأمرها ستحتوي على نفس الميل، وتكون صورتها y تساوي 1 على 2x زائد b. ليس نفس هذا الخط تماما، ستكون مختلفة عن b السالب 2 هذا، لكن سيكون له نفس الميل، سيتقاطعان مع محور y بأماكن مختلفة لكنهما سيكونان متوازيان. والآن نحتاج لإيجاد b، ولنفعل ذلك لدينا هذه المعلومة هنا على هذا الخط الذي نهتم به. عندما y تساوي 0 فإن x تساوي 3، أو يمكن أن نقول أن 0 تساوي 1 على 2 مضروبة في 3 زائد b. علينا أن نجد قيمة b التي تحقق هذه المعادلة. إذن عندما y تساوي 0 فإن x تساوي 3، فنحصل على 0 تساوي 3 على 2 زائد b. نطرح 3 على 2 من كلا الطرفين. ونحصل على ناقص 3 على 2 تساوي b. b تساوي ناقص 3 على 2. إذن لدينا معادلة الخط الذي يكون موازيا لهذه المعادلة ويمر بالنقطة 3 مع 0، له نفس ميل هذا، y تساوي 1 على 2x ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 2، وانتهينا. وإذا كنتم مهتمين لهذا الشأن فيمكنكم أن تمثلوا هذان الخطان. إذا أردت تمثيلهم فسأرسم رسما بيانيا بسيطا وسريعا، هذا محور y وهذا محور x. هذا الخط في الأعلى سأرسمه باللون الأزرق وهو نفس هذا الخط، يمكننا التلاعب بها. تقاطع y له هو سالب 2 وميله 1 على 2، هذا يعني أنه لكل واحد نتحركه سننتقل للأعلى بمقدار 1 على 2، أو لكل 2 نتحركها سنتحرك بمقدار 1 للأعلى. إذن سيبدو هكذا، سأفعل ما بوسعي لرسمه، سيبدو هكذا. وهذا الخط أيضا تقاطع y له هو سالب 3 على 2، وسالب 3 على 2 تعادل ناقص 1 و 1 على 2، سيكون فوقه مباشرة ولديه نفس الميل، إذن سيكون فوقه وسيبدو هكذا. حسنا،
إنهما متوازيان لكنهما خطان مختلفان لأن لهما تقاطعات واي مختلفة.